واحد والله كل اسبوع واحد ينوه. ابو تركي خلينا نروح وراء شوي نجلس لان شو خلصون والسلام. لين يخلصون الاعلانات. الاعلان عندي. طيب شلون اعلن؟ شلون اعلن؟ اعلن عنها تيجي. سلطان هذه الشكوكه بيتك بيبه. اوه ام طلال كذا غلط صح؟ طيب الحين لازم نعرف. ها؟ اي انطلق الثاني الحين. انتبه للمره اللي فوق ذا لا يصب عليه. هذه بيت يصب على الفتح. ايش؟ استلمها انت. استلمها. انا ياك بس. هذا ايش؟ انا بقعد لابد كله خليها. يلا كفو. بيض الله فيك. يا اخوي انا بيض الله فيك. يا اخوي خاف. شكوكه يا اخوي. لا لا عندي حل عندي حل. عندي حل. الجوع يا ولد الجوع عكسه. الجوع عكسه. عشان كذا احنا بناكل وانتم اعلنوا. لا لا لا. والله انا الافضل الافضل. الله يروحك. يوم حق والله علم. انا عبد الله زلال. وين عبد الله زلال؟ يلا يا شباب. يا كلنا منير. لا كل شيء منير. صوت دافور هذا. كان على صوت عبد الله زلال وهذاك منه. في رصيد. الحب الدقس بيت الا بالحاش. عليهم السلام. يا منير. هذا اللي يقول لك الخاص بالعب. هذا كله لا 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 منوع. لا 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 ما كله ما كله يا ولد والله ما احلى هذا غير. هذا غير. ها عيال صح صح جيد. ابو حصه سلطان خلاص خلاص يا ما حد يتدخل معهم. هم عشان اركض احنا الغراج. دخل داخل دخل داخل اللي باقي مع علي عبد الناصر يا اخوي ساعدني الله يرحم امه. ما ادري انت اذا تخالط خلي دين زين ترى حتى لو لازم ياخذ عادي عادي ياخذ ما فيها شيء. هذه ما لها دخل في الناظر. بعد اشترطون اشوى هذه ورق عنب. يلا يا شباب حمد العيافي. يلا يا اخوان طموح مبدع لفن الطباعه الحريريه على الاكواب. حمد العيافي مرسوم. اوف عبد الله يلغم يستاهلون. طيب ابوه ولا شباب يستاهلون. ابو محمد العياحي والله مونا كيتشن. طيب عشان نعرف كم شخص. يلا يا شباب جاهزين. طل تعال في صور تحتها. طلال طلال يعلنون على الاوراق. بس تعال طلال هذه صورتك. صورتك تعال تعال يستاهلون الشباب يستاهلون. طلال محمد العياحي محمد البر كلهم الشباب. اي كلنا اقول كل. طيب خلنا الحين. طيب خلنا نبدا من هنا. الو السلام عليكم. مساكم الله بخير الربع. روح سلطان روح. الآن عندنا تقريبا خمس أو أربع أو خمس. هذا إيش؟ بيت الكبيبة. حلو. عندنا تقريبا أربع أسر منتجة بيض الله وجيهم يعطيهم ألف عافية على مساعيهم الجميلة واللي جت في وقتها صراحة. طبعا في هدايا جايتنا. هذه محمد في هدايا جايتنا. طال عبد الله الحلافي. هذه عبد الله. حلو عبد الله لك. هذه واحدة اسمها طموح مبدعة لفن الطباعة الحرارية على الأكواب والتيشيرتات وكفرات الجوال والإكسسوارات وهذا الورق المائي على الأواني وفن الديكوباج وعمل كروت مميزة للمواليد والهدايا. ايه طبعا شوف هذول فناجيل يا وين فناجيل وعليها خلي بخلص من هذا عشان نبدا فلك. أيه. اشوف شوف افتح افتح هذه فناجيل طال عمرك. طيب كيف نبي نورد عادي نحطها على الكاميرا. وين اي كاميرا شلون؟ تعال تعال هنا تعال هنا الكاميرا هذه عباره عن ايش؟ وين هذه؟ افتحي. طموح مبدعه لفن الطباعة الحرارية على الاكواب والتيشيرتات. اوه فناجيل اسمك فناجيل اللي وراها. طبعا شوف اسمك سبحان الله تحتي على طول سبحان الله. حتى الجروح الجروح واحد نفس المكان والمطبخ. الله اكبر. فطموح مبدعه رقم جوالها 0536958667 والانستغرام شوف شوف قاعد هذا الدفور هذا محمد العيافي. محمد العيافي يستاهل ابو شايع هذا اسمه. طموح مبدع بيض الله وجهه تستاهل مبدع صراحه. طموح مبدع اسمه يا اخي الابداع جميل. ما ادري ورسل. وانا عندي هديه جتني انا. طيب دقيقه خلنا نعلن. انتم من لوحه متواضعه نجيك
فطموح مبدع رقم جوالها في الواتساب 0536958667 والانستغرام طموح مبدع اليوزر نيم 6MOO7 نقطة MOPD 3 والله مبدع والسناب شات MOPD 3 H وتكون الكاميرا هنا نشوف طبعا دقيقة ابو خلص لله خلص بس تحمل نفسها هي نفسها هي لا 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 حقت الفنجيل هذه سويت الفنجيل ما شاء الله هي طيب هي نفسها هي نفسها بس هذا يعلن شيء ثاني نفسها لا هي نفسها اه ونفسها طيب الله يبيض وجهها طموح مبدعة طموح مبدعة جتني ذا اللوحة تقول استخدمت فيها عجينة القطن والستنسل وبحكم مجالك في الرسم حبيت أهدي لك وليس قصور بالباقي المتسابقين الله يوفق لا المبدعين والرسامين يعرفون بعض وما قصرت هدية والله العظيم انها غالي على قلبي اشهد علي الله استاهل الطيب استاهل يا حبيبي هذه نعيد بس لحظة دقيقة خل آخر شيء هذه يمي كنافة يمي كنافة هذه كنافة يمي كنافة صح يمي كنافة اسمه هذا كرتها أنا ما أعرف أقرأ إنجليزي والله شو يمي كنافة هذا الكرت هذا طبعا يمي كنافة ما شاء الله تبارك الله عندها الكنافة في العلب ومعها صوص هذا الكرت نوتيلا مع صوص أتوقع شو اسمه الشيرة هذا يمي كنافة عندها في السناب شات برضو اسمه يمي كنافة YUMMY نقطة KUNAFA وبرضو نفس الانستغرام نفس لا الانستغرام يختلف Y لا والله نفسه لا والله يختلف YUUMY نقطة KUNAFA طبعا شكله انه الطلبة توقع وكل شيء على الانستغرام او السناب شات لانها ما هي حاطة رقم جوال فالله يعطيهم العافية يا رب يمي كنافة اليوم في حلويات من مصنع حلويات عربية فاخرة وعندهم شعار دغدغ فمك الله الله العظيم دغدغ فمك دغدغ نفسك دغدغ فمك مفازة مفازة سلام هذا شفت هنا الإبداع في ريادة الأعمال لما تكتب كلمة حلوة والاسم والشعار تين الشغل هذا شعارهم مفازة هذا شعارهم مصنع حلويات عربية فاخرة مصنع حلويات عربية فاخرة وينها حلاوة؟ في عندهم مسؤول المبيعات له حساب بالإنستغرام وسناب شات وعنده إيميل أرقامهم 0541479744 و0507622489 لهم منتجات يشوفها وحسابهم بسناب شات والإنستغرام مفازة سويت مفازة سويت طبعاً هذا منهم هذا منهم هذا منهم هذا منهم الله يجزاك خير سلطان والله في نفسي اعطني واحدة يلا باخذ واحدة الله انك ما هذا واحد من الحلويات يعطيهم العافية مشكلة ما قصرتوا اخيرا اللي هو الصدق عشان انا مخلي اخر شيء اللي هو بيت في شيء بيت الكبيبة بيت الكبيبة انتم زي ما شفتوا شوف هذه من ام طلال هذه ها ايه والذي لا اله الا هو نفسه ام طلال هي احلى طعم تسلم يدينا وعسى ما تمسها النار طعمها اقسم بالله شهادة لله اسمع الهريس ما يوصف ما شاء الله مو كيتشن صح والكبسه هنا لا والكبسه هذه ايه كبسه بيت الكبيبه الله يجزاه خير ام طلال واضح انه بيت الكبيبه حطوا انستغرام عندها جريش ومرقوق وقرصان ورق عنب ومشخول وبرياني وكبيبه وورق عنب واسعارها جدا مناسبه اعلن عن وهذا شيء من شغلها وشوفوا قاعدين ياكلون في الكبسه هناك سلطان سلطان قال الشباب ينصحون بهذه هذه نصح فيها ترى قال الشباب ينصحون في هذه يا ودخت انا يا الربع والله ندخت تعال بالله بس طبعا بس عشان نعلم بس البيت الكبيبه تعال لا مو بيت الكبيبه ايه ام طلال الله يجزاها خير حسابها في الانستغرام او ام اندرسكور اللي هي الشرة تحت TALAL 3-3-5-5-4 بيت الكبيبة حتى شعار وشغل واسم البيت الكبيبة أصلاً اسم جميل الاتصال 0500-46-1808
وعلى الواتساب 0557779007، وتويتر برضو OMTAL2231. آخر مرة بس بعيد رقم الاتصالات، بيت الكبيبة أم طلال الله يعطيها العافية ما قصرت، رقم الاتصال 0500461808، رقم الواتساب 0559779007، بيض الله وجهه. هذا بعض من المنيو اللي هو جريش صغير بمية، والوسط 150، والكبير 200، والمرقوق نفس الأسعار، والقرصان نفس الأسعار، وعندها مشخول وبرياني وكبيبة وورق عنب، وعندها أصناف مختلفة اللي بهارات خاصة بالكبيبة 25، بهارات مشكلة، بهارات مشكلة حارة، بهارات مشكلة كشنة، فلفل حايل، فلفل أحمر مجروش. يا سلام، بيض الله وجهه يعطيها الفافية. إيه فلفل حايل. طيب طالب. أمسك أمسك هذه 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 مونا كيتشن، هذه مونا كيتشن، وهذا هريس، هذا ولا جريش؟ والله بيض الله جريش عكاد إنه يدوخ. زين والله. هذا مونا كيتشن بيض الله وجهه. هل ما أدري شو الحساب هذا عموما، ولكن M A N O O underscore K I T C H E N 99. الرقم، رقم جوالها 0551189997. الله يعزك. لبها تعليق يا ابو نهيان. نهيان انا قاعد ما خلصتوا؟ نبي نعرف اسمه ونبي خلصتوا؟ خلصتوا يا شباب؟ هذه بيت الكوبيب يبون يقول ايش اسمها، واخص برا يخليك بعطيك انا باكل الكاميرات كلها لك يا اخوي. يا اخوي انا اللي قايل لي شو اسوي؟ اشغلني خلص اصلح البيت واجيهم. ما شاء الله من طعمها. نرجع منو كيتشن 0551189997 0551189997 عليها جريش بيض الله وجهه ما قصرت، وعليها برضو ورق عنب بلال تنورك. عندها هنا زي اللي ما ادري شو هذا، رمان، رمان. فالله يعطيهم العافيه بيض الله وجههم ما قصروا. بيت الكبيبه الشباب يقولون هذه ايش؟ انا ما ادري وش هذه، بس وين الاسبوع الجاي؟ اي والله نبغى منها بالدرزن. والله بالدرزن قرصان ترى يا الربع ده. قرصان داخل الدجاج، داخل الدجاج ومع فجل. انا اعلمكم ترى اقول لا تثالث بالطبخه وانت ما تدري وش جيبها يعني بتسويها لنا هنا. هاجي غالب يجيبون. طيب طبعا طموح الكاميرا للاخ، طموح مبدعه رسالتنا. هذا الفرجيه للقهوه كل فنجال عليه اسم متسابق، بيض الله وجهها، بيض الله وجهها، الأسرة المنتجة، والله يرزقكم إن شاء الله ويسر أموركم. تحياتي. يستاهلون تحية من هذا المنبر؟ يستاهلون تحية من هذا المنبر. خلاص احنا قاعدين نعلن والشباب ما شاء الله داقين في الجوع. بعد نوع عزم ما عزم سوق اللي يبي رز يجي هنا. عبد الله سام انا دي منها يو نعم. انا على خطين هنا وهنا. العيال وينهم؟ خالد وش بس تبعهم محمد؟ والله خلصتوا منها كلها؟ لا ما رقنا لها. مش وينهم ذا؟ خالد كلمت الشباب يا ترى هذه فناجيل كل واحد باسمه فنجان. ايه ايه الله خير. حتى شو اسمه اخويانا اللي طلعوا موجود اسمائهم. الله يسعد الله. اهم شيء جابر يذوق اكلنا. اقول دق دق اكل من اكل محمد. الله ذكته والله ما شاء الله. بلال بلال هي عشان نذوق اكلكم في عمان. بلال انا مرحبا من الروح عشان نذوق المعرس. ها اسمه معرس صح؟ شو اسمه معرس؟ الله لا عرسي عرسي أحسب يتكلم بلال. هذه مش هذا توقع رمان. الله يبيض وجيههم والله العظيم. كلها خلصتوا منها اعلنتونا؟ أهلين طلول. هلا والله بلال. تبي تعيد عيد هذه؟ تبغى تعيد عن منى منو كيتشن بيت الكبيبة مفازة؟ خلينا نجرب ونشوف. روح الله يبيض اليوم اللي بيجي يتقدم اسمع. بيض الله وجيههم حفظتهم على طول. يا أخي أحب الأسماء التجارية. أنا دوني أشوف أحفظها على طول. أطعم الله من أطعمنا وأسق الله من سقانا. آمين 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 يا رب. وين تروح؟ قطع عندك شكوفة بعد ثاني.
والله شكوك ما ادري هذا ورق عنب شوف ربي لك الحمد والله ما دام النعمه وي هذا ورق شكوكه لا ولد شكوكه 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 انا شفت رجال ما غير لحش هذا كل واحد الهاتف شو ورق عنب هذا عطنا اكسل من المؤونه عطنا الرمان نبي بس ندري شو تحت لنا اكيد في شيء ايه اكيد تحت شيء هذا غطاء بس اعطوني صحن فاضي سلطه يمكن وفي عليها رمان صحن صحن فاضي عطنا صحن فاضي نبقر الشباب يا رب بيجون بيجون ياكلون ما بيجون والله جايينك والله شو يقل خلنا بيجون خله قفل عليه بالحاط بيجون ويجون بيجونكم بيكون عشاننا ممنوع اذا ممنوع دخل المطاعم ممنوع تاكلون لا ممنوع ليش ممنوع علينا حتى هذا لا ممنوع ما فيه هنا مطاعم بس لكن نشر متجاعد مطاعم لا شو نجيب حق جل الجميلة عبد الله يكسر الشباب اللي ما عليهم منع يمكن ولا ثاني واحد لا عادي مسموح لنا عادي مسموح يا شيخ انا واحد منهم عشان اصوم على الاكل يعني اموت يعني اموت ما انت ما عليك من عملك الرابع المذاق فيه ها ما عليك انا وقف وقف ها ملح حلو جابر والله وقف وقف خبرك وقف ما وقف هذا جريش خرافي وقف خبرك وقف من هذا جريش جريشه منو كيتشن يا اخي راعي الشقه منو كيتشن منو شقه شوف راعي الشقه ها ايش ايش هذا جريش لا قولها بسرعه ونعر والله انا كنت نعم لا دك جريش انت لا بس لا انت قولها كذا بسرعه ما صدق الحين خذ الموقع جاي يا ولد انا الحين طايح ورقه عنب ذا ابو لا يفوتك موجود الان اوفر الان تاخذك نص ساعه ترى يا ابو اهدى من كذا يا بتر اهدى من كذا ابو وجر وجر خين ويب والله خلاص بلولي بلولي يلا عمو بلال الله يكثر خير الله يغنيهم يفتحها عليهم وش تبي احنا داعمين لهم اثناء البرنامج وبعد البرنامج ان شاء الله باذن الله تعال هنا تعال هنا تعال قول هنا مو اذا يوصل فرايس قرية شغل روح شوي صار بلولي تعال 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 مسموح لنا اي مسموح 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 والله مسموح قال لا تجي قال وقال مسؤوليتكم على مسؤوليتي انا والله سال تعال والله والله يا جيب والله شينك والله والله العظيم تموت انت وياه تموت انت والله اكبر يا اخي حسسوني بالضعف يا اخي مساكين شوف والله انه قلب والله قلب يا اخي شطوا لي النار خليه يجي ياكل بس خله لا لا الله لا يحطك في محطهم تراهم قسم بالله يعني يعانون على قد معطي اول مره اشوفهم بقيد ايام ما يقدر يسوي حاجه ترى شيء متعب والله ان شاء الله نفسيا ترى نفسيا لا لا والله لا مسموح لهم اكلوا اللي يبغوا ان شاء الله العقاب دائما غير محبب هم قارن لكن مجانا من مطاعم ترى يعلم الله انه الكل متضايق عشان والله كلنا متضايقين هذه رمان سلطه عليها رمان والله اوه يا ابداع الحريم ذولي وخر هناك هذا الشيء لا تشغلنا الله ياخذ مالك يا ولد انت ايش وضعك انت على خطين خلاص عطنا فرصه طيب اقرب اقرب ابو تركي وخر هاو طيب نطلع اللقمه مع حلقي بليه هل متاكل ملولك يا تعالين انت وانت غزني دق على صدر الياضي هلا تاكل ابغى سلطه رمان صوت تدري موجود موجود تعال كل سلسله الرومان ها عطوه عطوه جذر الرجال جذر الرجال جذر الرجال عافيه ابو حلافي عافيه عافيه انا ما اقول كله اقول خذ اسمعوا حط وضعه هنا وضعه هنا هذا وش دي بعد رمان هذا حلا في هنا حلا لا 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 سلطه سلطه تو مال يمكن فتوش اي يا اخوي ما كان الرز عطني اياه شكله فتوش ولا وش حط حط هذا من بيت الكبه اضربه عباره عن ايش بن هيان كبه وش كبه كبه ما بيت الكبابه الذا هذا كله بقدونس ثقه مع خس مع طماط مع شيء بني صار الكبابه ذي هي توكل اوه هذا كبيره الظاهر وش ذي اتوقع هي الكبابه والله انا الحين قلت تحديده لا لا هذا يمكن الاسم العلامه التجاريه من الجنه تعب تعب وات هذا كبابه كباب يعلم الله يعلم الله عطني 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 ذا حق ورق انا بشوف اسمه ما لا 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 ثاني ثاني لقطه 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 كب كب لقطه حق ورق عنب ليمون كنافه
انا سلطان القطه هذا ايش الاسم حق ايشو من بيتك ميبه بيتك ميبه بلولي بيتك ميبه خلاص اعلم مشاركتي معهم مره ولا في الرياض اطلب منهم اقسم بالله ان ورق العنب الذ ورق العنب خش الحياة كلها ايش تبغى يا عبد الله ايش هي الرسمه من ايش هي صايبين دله قهوه هذه بابا بابا قهوه ما ادريش بعد العيش بعد قهوه يبيلها دله قهوه ها فسر عند العان شاي مخدر شاي الوزع حقه هذا لك واحد لهب زي اللهب يا والله اني اقوم ارجع اصور انا ابي اصور ليه والله انت عارف ليه هاي ولد والله اني اقوم ارجع نلعب على بعض يعني الله يجزيكم الخير يا بيت كبير شو اسمه يا اخوي كل هوا يا ابوي والله ما تصل ولا متاخر ترى المعلومه أبو الهلا قد جاء من النوم على ما تواصل تواصل متأخرة بس والله تواصل لو حياتك لو حياتك إنه ما يدري إذا أول شيء بس هي تتهوى والله صح لا بحط عندي شبعتنا والله أي شيء تخلصون منه يا شباب قفلوا إن شاء الله إيه حرام خلونا نقفل قفلوا قفلوا يا أخوي إحنا قفلين ولا لا الحين في عيشة بالليل يمكن ما في عيشة قفل لا إن شاء الله فيها من حوايجها هذا العالم هذه المنجر هذا والله ياكل الباشا لو انت بيتك كويس ايش تعملوا خلوا تضربك بعد طبليته احنا عندنا وجه حسبتك شبعت لا ضربك بعد طبليته الحين على وجهه اوقف 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 خبرك اوقف لا شوف ياكل شوف ياكل ياكل اخو عيش اوقف خبرك اعطني الحمد فيها عظم هذه والله اللي ما كشر أود العفكم أنا وغدنا اللي هنا عاطني طيب بقى بعدني خلنا أكل لقمتي يلا أكل لقمتي ليه هاللقمت ها خلنا نزله خلنا لقمتك على جنب اشتابي اشتابي لحمته في طرفها عظم لازم عظم لازم إيه لازم تعرف لازم أعرف شوي هذه تبي هذه هات نزلة 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 أوه جل قالوا كليت لحم قال كليت قال عرست قال لا ما والله تعبت طلعت عطنا اللي عندك العافيه كيف ابو حصه والله السالفه ما تنعاد لا والله قول قول ايش قال تعشيت قال لي قالت تعظمت قال لا قال ما تعشيت صح حتى يعني تعظمت ما ادري شلون تعظمت كيف مي تعرشت انت تقول انت تعرشت صح احنا نقول تعظمت تعظمت اي احنا نقول تعرمش تعرمش شوف اختلافات الثقافات لابد منها قول يا لبدا شو 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 تعرمش ها؟ كل الثقافات نعم كل الثقافات انا ليه والله ليه عدت الكلمة اللي قلتها انت؟ بيض وجهك وجهك اه يا ولد انا ليه عدت الكلمة؟ لان ثقافتنا غير عن ثقافتكم انت قلتوا تعرف احنا نقول تعظم هذا ايش قال؟ يعرمش يعرمش تعرمش ابو حصة كيف اختلفت الثقافات في اقل من ثلاث ثواني هنا مربط الفرس هنا القيمة المضافة الى التجمع هذا ايوه السلام عليك السلام عليك يا ابو مو لا صرت عارف استخدم الا لا تقولون ايش كلمه تعرش تعرمش اوه كلمه وحشه تعرمش تعظم تعظم يعرمش تعرمش قصدك تحس الجسم يجري مسمي شويه مسمي شويه بس انه مو بنفس العظم غير اللي شوف لي عظم اخ اخ شوفوا ترقوا ترقوا زين اجيب ترى دجاجه كابتن كابتن ما قال لك دجاجه عطى عطى عظمه عطى الكتف لا 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 هذه ما عطى الكتف عطى يومين مو اكثر هذه الترقوة هاتها الترقوة هذه الترقوة ترقوة اي ابو حصة تقول لي الله عز الله انه محترم لا 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 شيء جميل قسم بالله شغل يا اخوان انا الان ترى ما ادري ابو حصة والله لسه ما مدحت من الصدمة ريش هذا والله في شيء ما شاء الله ما شاء الله والله شغل جبار شغل جميل جميل جدا 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 احتولي في ذا الصحين اللي كنا لم يخلق الصحن ذا اللي كان فيه ويش هو احتوني فيه ربعي ربعي اللي مسحوا العيال مسح ما شاء الله قرصان ملفوف لف في دجاج وفي بصل احمر لا مو الدجاج اللي فيه لحم يعني دجاج يعني في هذا الموضوع ايش اسمه اللي فيه دجاج ولا لحم دجاج مسحب وبصل ما ادري لكن حلو دجاج مسحب وبصل هي كذا قريبه والدجاج مظهر مظهرات لون احمر ايوه انا يا اخوان كنت مستوعب كل شيء وانتم بتسولفون كنت مستوعب واحلى ما فيه انه قرصان بس ما قدرت اسولف بس تلاحظ حاجه يا اخي كل يوم مو كل يوم كل جمعه يجينا طبخ يا ولد اجمل من قبل اقسم بالله انك تنبهر هذا من هذا من جمال الاسره المنتجه الله 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 العظيم اقسم بالله انك تنبهر الشغل انا من ده من ده حاجه يا كلوا 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 مغفور عافيه عافيه على قلوبكم عافيه قول يبي يطلع مع دانكم
ها يا ما يطلع مع اذنك كل اشبع اشبع خزر اليوم وبكره يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مرحبا 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 خلها الحين يا قادر قادر خزن حق اليوم سلام بعد يلا بالموت اسمح لنا ناكل اجعل عافية ان شاء الله كولوا كولوا عافية ان شاء الله اثنين بس هذه لا 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 تسأل عن شيء لا تسأل عن شيء محمد مطيري شيل هذا شيل هذا محمد مطيري شيل هذه قريب قريب نزل زيت تكفي انت علي قال ابي عاد هذاك بهالطبليه تعدم وجهك اي والله هذا 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 اقسم بالله ما يحب ورق عنب انا اذكر والله مجنون صحتين وعافيه يا والله علي علي اذويك وكل شوف شوف يا علي الظاهر ورق عنبه ولا لا لكن انا والله ورق عنبه تمشي حالك الطريق اللي انا اقوم انا ولد قاعد افلم قم يا ولد اي عندي ثلاثه ونقوم والله نقوم ثلاثه ارضي دي زي اللحم قبل قبل هذه عندك عد يا امسك دي قبل تدري انا طايحين في العيشة من اليوم ما شاء الله بس 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 ايش الفلم والله يا علي عبدك وزه قصدك احط هنا قادر قادر من كابتنكم يا قادر على امس قلت لي امس قادر 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 وصل 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 تلعب ظهري ايمن ولا ايسر انا قادر طلاهل وزع ادوار بس بس كيف شلون ارفع؟ تعال 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 وزعك انا بخبرك 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 عط ذا سبيكر في المسجد قال بحصة اوفر ايش؟ ايه نركز انت يا رجال ايش يقول؟ يقول انا العب ظهير يقول انا العب ظهير ايسر وبرفع بالرجل اليمنى خالد يقول الله الله يا ما شاء الله كيف خالد يقول سوي اوفر ابو حسن يقول في اوفر وشنو؟ تعب تعب اجمل اللوحات التي قدمت اقسم بالله ما باخذ من القريه الا ولا من عندك والله العظيم الله ربي يرزقك ابو كاتم اللي يمنعك من العيشه حتى تخيل العيشه وانت راقد عطني ماي يا هالدرجه انا امشي سيده مينا مينا ما في تعال 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 مينا مينا ما في تعال كل من هالحلا بس تعال مهزولك هالثلاث هذا هو ارسله في اي فيصل تعال حل شوف صفط لك انا مصفوط ها عطونا من ذا المصاريف بتلقي حكايه هذه كنافه اسقط لك الجنه هذه كنافه افتح هذه كنافه كثر خيركم يا بيت الكبيبه كثر خيركم يا ما يا مي كنافه منو كيتشن ومفاجاه وطموح مبدع شكرا جزيلا الله عليك حافظا هذه ايش ما شاء الله كلهم اسامي ريتويت سطاسي ما شاء الله ريتويت ترى هنا في من طموح مبدع كل واحد له فنجان فنجان قهوه اسمك موجود عليه خلونا ناخذ منه والله ترى هذا ترى رين طيب ايه والله رين طيب شو كل واحد ياخذ فنجان ها؟ ايه مهم ممنوع تظهر منه؟ تمام والله يبيض وجهه لا اخذ والله هنا واجهه ما دون الحلوق اللي اتجه كنافه هذه؟ لا ما تدخل خلها لا انتم ما تقولون خلها لانها زينه اعرف حركاتكم ابو عياف الحين يضرب بالنعمه الله عليه ها؟ يطلع ما يطلع ما تعبت انت ضايق بسمع يا عيال والله ضايق ما سمي المعده ذاك برها وملاها وطلع ازواج كل كل يا كل يا كل يا ابني كل يا ابني كل يا ابني كله مسحنين ها؟ اقول مسحنين ذولا من قوه الجوع ولا سالفه من يوم جلسنا غازي مطيري الله يعينكم والله هذه هدية مني لك والله العظيم ما شاء الله تبارك الله كيف شفت هذه كل العيال لهم والله كل واحد له صورته وين وين غازي ريال يسعدهم يا شيخ غازي يا قلبي اللهم لك الحمد الحمد الشاكرين ما شاء الله السفراء حاطين لهم السفارة اللي خذوها ايش هذا يا ابو دوروا اسمي يا عيال سروا هذا كلام فقط في الحوض تسلوا سوي ها يا قلبي اللي اخذوا حظا لما انا بحظه ها يا عمري ها يا عمري ها اللي القسمي يعطيني اياه الله يعطيك اياه انا وين؟ شوف العيال كلهم هذا مين؟ انا في خالد الشيباني هذا مشوان بيض الله يوجيك مرني خالد هذا علمتوا له يا ابو حصه اطلع رقم خمسة كن ارقى من ان تجمع ذنوبا مصدرها الحديث عن الناس فاضي فاضي؟ ايه تعال كذي
اسال الله رب العرش ان يرزقها لنا يا عيال. هذه الشغلات اسمعني دليل سياره هذه شكلها فيها دراهم. دقيقه ممكن تسمعني بس ثانيه؟ خذ راحتك. الشغلات ذي الربع ما تفتح بهالطريقه في ظروف غامضه وصامته. ودنا نعطيها حق لانه متعوب على العمل هذا. والله صح. مكتوب كلام داخل صح؟ والله الربع متعوب على الشيء هذا فلذلك ودنا نعطيه حقه من المساحه ومن التوضيح. في ورقه داخله عندكم عندكم يا عيال تفضل عندكم لا عندكم في ورقه داخله عندكم والله كيف صدى يا ربع انا ما ابغى اكمل في الشباب ما يقصرون هنا. يا سلام. طيب من اللي جابه من اللي جابه؟ هذه اتوقع منكم العالم ها؟ اتوقع منكم يا لبيه هي لبيه يا لبيه ابو تركي ابو تركي طبعا هم مشان تكون بالصوره كاتبين كلام كاتبين انه كل واحد يكتب اهداء من ابنك فلان هداء كلام انت توجه لامك وهداء من ابنك يعني ابو حصه هذول كمان اليوم فازعين للوقت. طيب وين وين والله جواب جزاهم الله خير. اي والله شوف بالله وكل واحد صورته جوا تعتبر مبادره يعني. نعم بدر اعتمد بدر اعتمد ابدر هلا طيب طيب بسم الله يا الربع عقل وين اللي قبل شوي حتى حركه الصوره نفتح يا محسن افتحوا افتحوا يا عيال افتحوا انا والله اظني في العيشه هو نجي خلصوا من العيشه وتعالوا والله اني جويت انا فتحت انا افتح اقرا سفير الوقف الرابع اقرا يا مقرن اقرا 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 يقول لك الام هي السحر والممر العبور الى الجنه الناس ما قال اخوي بلاقي شوي وهذا سفير الوقف الثالث غازي مطيري هنا مكتوب سبحان من يراك تميل فيبتليك لتستقيم هذا زي اللي في ايه هذه ممتاز مكتوب برضه عندي انا لا تلوم لا يلوم الا ضعيف كن اكبر من الخيبه واعد ادراجك صامتا يا سلام على الكلام الجميل انا يقولون تعال تعال ايش مكتوب هنا محسن بالام هلا حبيبي هو مدرسه امي هي ام ايش يا لبيه قرات بدايه ما حطيت الصوره اللي تقطع الرزق هي من زرع الورد هي من معني مو بواضح هي من لكن راح حسنا صاحب هي من بح أمي يا قدرا زرع الورد الجميل في جنباتي أنا طبعا لا نفس إيش مكتوبش أمي يا قدرا زرع الورد الجميل في جنباتي هذا نفسي قدرا أنا فكرت ما طلع أبو تركي قرأت يا شباب دقيقة بس شباب أنا كاتبين على الورقة هذه من برا كلام الله للمحزون سلوى يا سلام السلام يا سلام مكتوب من داخل إذا صغر العالم كله إذا صغر العالم كله فالأم تبقى كبيرة. السلام يا سلام. جزاك الله خير والله يعطيهم العافية. طبعاً أنا أمي مكتوب أمي إيش مكتوب؟ يا قدراً يا قدراً زرع الورد الجميل في جنباتي لأن أنا مو واضح عند الخط. طبعاً عشان بمشي بقول كلمة يا شباب أرجو الانتباه جميعاً. شوف. اللي هو أعتقد أن هذا الورق وهذا الكلام وهذا الهدايا وهذه العبارات. لها وقع ولها اثر ونظرت بمنظور جميل من قبلنا بيض الله وجه من ارسلها لنا والله لا يهينه اسعد الله يسعده سعاده ابديه لا شقاء بعدها اعتقد انها كما اسعدها شبه تقدر تستخدمها طاوله تقدر تستخدمها في عده اشياء طبعا تقدر تستخدمها مثلا تضرب لك رجال فيها عادي تصير تبلق لك انا طبعا عجبني شيء فيها انك جاي تفنص اللهم لك الحمد وين فيه شوف زد جاي فنص انت ما شاء الله نص القرية تستاهل والله الله يطول عمرك حبيبي اللذة شوف بس شوف اللذة يا ابو اللهم ها هذه صورنا هلا بعد صورنا حطينا على طاولة زي الطاولة تعرف على نفسك هنا ترى تكون اقرب الى نفسك رخيص عادي وين ما اللهم لك الحمد الحمد وش باقي يا عيال عشان نعطي كل ذي حق حقه الفناجيل وش باقي بلال روح ارقع الفناجيل شباب جايكم فناجيل كل واحد باسمه ولا يفوتك لونين لونين شباب ركزوا كل واحد جاي فنجال باسمه الله الله اتمنى ان نحتفظ بها لانها هدايا من الحبوب الهديه ما هي سلام الربيع بمعناها الحسي والمعنوي شوفها ايش يعني حسي ومعنوي ما ادري لكن لكنها لكن اسقاطها جميله وفقت فيها نعم اعتقد انك وفقت نعم ابو ربيع تعليقك على الهدايا الجميله هذه انا اقول الله يجزاهم خير الجزاء واشكرهم من اعماق القلب شكرا على جهودهم المبذوله. يا سلام، فيصل بن شاكر هل اثرت فيك الهدايا هذه؟ نعم نظرت نعم نعم اثرت فيه شيء كثير جدا لكن ادعوا لهم فجزوه الخير ادعوا لهم الله يفتح لهم باب رزق ويفتح لهم الله باب رزق بعد اليوم هذا الله يفتح لهم في الجمعه هذه يفتح لهم الله باب رزق ما يتسكر ابدا ابدا.
تعال بدر لا تروح. والله بارت لهم ان شاء الله. بدر انت روح. وسع لها ما بروح بغسل. كلنا بنغسل اصبر خلينا ناخذ تعليقك الاخير بخصوص الهدايا والبراجي. يا شباب. الست الاشخاص اللي بالدرايف. اقول والله صدق الاكل اليوم وبكره مجاني مع الشباب. الله والله والله حتى المطعم والله العظيم الحين خبروني في الاعداد والله جاك والله خلاص قوموا قوموا يا عيال. لا لا توقف لا توقف الرجال خلاص يقوم خلاص الرجال اعرفه انا ابو نايع ما يجيب لهم علامه صجيه ها ها تعلق حبت لعيونك والله العظيم انه جهود يشكرون عليها ومتعوب عليها والله العظيم انت جميل كل الشكر لها كل الشكر ها يلا طبعا الله يبيض وجيههم والله يجمل حالهم والله يرزقهم ان شاء الله من واسع رزقه حلو تعبوا ومن حقنا احنا نساندهم ونوقف معهم ممتاز فالله يبيض وجيههم والله يرزقهم ان شاء الله سلام يا سلام بناية كلمه للناس اللي جابوا الاكل وزائد عليها الهدايا زائد عليها الاوراق اللي فيها عبارات جميله كان لها وقع تاثير في داخل كل شخص منا عبد القادر بعد شوي والله اقول الله يبيض وجههم كلهم جميعا اللي جاب هذه القمعه والجمعات الماضيه شفت انت شفت العبارات اللي هنا شفت اخذتها متعوب عليها للامانه شلتها حقتي والله متعوب عليها والله بيض الله وجهه والوقفه 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 وفنجان ف... جاب الحكمان ها جايبينكم شو اسمه ذا فناجيل بيض الله وجهه ايه هذه تريك جايبين صوره محمد شايع ايه حقنا العجب يستاهلون اسلم يا جابر واقول شيء انا يجيك ان شاء الله يجيك انا صراحه استغرب ان هذا شغل منزلي استغرب صراحه لاني شغل احترافي والله العظيم كانت تقول شركات عالميه قاعده تسوي هذا الاشياء شوف التحضير طريقه التحضير مش اكله فقط لا طريقه التحضير كيف يعرضوا لك اياها هدايا جميله الله يسرهم ويرزقهم من هذا الاحسن عبد القادر تكلم عن الكلام الجميل هذا اللي يستحق مننا نتكلم صدق والله يبدأ للامانه رهيبين خذ الورقة ذي خذ الورقة الكبيرة ذي وقرأ هذه قصدي هذه هي صاحبة أعتقد صاحبة العبارات تقول طموح مبدعة لفن الطباعة الحرارية على الكواب التيشيرتات كفرات الجوال الاكسسوارات الورق المائي على الأواني فن الديكوباج عمل كروت مميزة المواليد والهدايا أنا أقول ما شاء الله تبارك الله أبدع أهم من هذا أنهم هذولا بناته إذا ما دعمناها ما راح أحد يدعم يا سلام عليك فنوقف معهم بغض النظر أنك توقف معهم أصلا هم مبدعين بس يعني نلتفت لهم وصدقوني بإبداعهم خيرنا لنا ومنا وفينا لابد يكون هذا مبدأنا يا عيال وهذه ما شاء الله نذكرها في الموضوع لأنها مرة عجبتني روح روح بس أنا ودي أتأكد هذا الشيء هذه معها أنا بعرفها خاف أنه يكون صدقة سهوة طموح مبدع والله مبدع والله مبدع لا هذه أنها إبداع حتى ذي أنها مبدعة فعلا ها لا هذه اسمها من تستاهل بكره من عندك ابو شافي ابو ابو شافي بس انا زعلان بكره بكره تهديها بكره ولا قعود تستاهل قعود اللي هنا لكن انا زعلان ليه زعلان جابت عبد الله بن جليغم وجابت محمد العيابي صدقني فيه بس يمكن انا ما شفناه هذا تقصير تقصير انا لا لا تقصير لعلها ايش لعلها سقطت سهوه لابد ان التمس العذر ان شاء الله دامها سقطت سهوه فانا اعذرهم واقول لهم ان شاء الله جياتكم حتى الشباب اللي طلعوا بعد سعيد القحطاني غازي فهد يستاهلون يستاهلون شوان فواز فواز عوده محمد فلاح عز الله انهم سدوا جوعنا نعم وفرحونا وشوف نعم. يكفي جوعنا بس ايه؟ كان الاكل من الذ ما يكون ولا لا هذا هو وشوف وتكفيك اشوف المنظر ذا قادر وغازي شوف ابراهيم كلهم قاعدين ياكلون وفيصل الله لا يضيع الله يكتب اجرهم الله يكتب اجرهم ولا يضيع لهم جاهز بالنسبه للهدايا هذه البسيطه اللي عليها عبارات جميله هذه والله العظيم انها ساعدتنا صحيح انها اشياء بسيطه وصغيره الأكل لكنها كان فيكم اي لكنها جميله جدا الاكل كان فيكم وذا الورقات ذي وذا العبارات الجميله ذي صدق يا ابو تركي والله دي كل الايام جمعه والله انك صادق والله العظيم خاصه زي شفت ترى كان فيها رساله استراتيجيه يا اخوان نصلي الجمعه اتحداكم مش نستاهل هدايا ايش الرساله الاستراتيجيه او الفائده الاستراتيجيه اللي طلعنا بها من الاشياء هذه كلها اكره الرد الشخص هذا دقيقه انتظارنا بشوق وبشغف اليوم الجمعه يا سلام الجمعه ورا في هدف استراتيجي صحيح هاي يضركم ترى شيء متعب عليه يا محسن يا لبي يا محسن انا اكره الشخص هذا بالله خلنا نشوف الدائره ذي حق زيد راس فرنا من زيد راس ايش معناه اظهر اسمي انا اظهر اسمي انا يا محسن انا اكره الشخص هذا ونعم الدواس الله يجعلني فداك انا بروح هذه لو تهاوشتك مع واحد
ان شاء الله الدعم باذن الله خلونا نطلع وندعمكم ان شاء الله انكم ان شاء الله انكم ترسمني الحين والله يا شباب تحسبون يوم ارسمكم اني مبسوط والله ماني مبسوط يا ربع هذا اللي يقولون اللي عليه الكلام اقسم بالله ذا يا ولد انا والله اني قبل شوي بس استحاله انا صرت متعود اذا مرت شيء اخذ احطه بمخبار احس انه الحين ما لا باقي انت على وجع قادر مخيس على السيستم الاول خلاص غير حدك يا كابتن علي عدنان خلاص ناكل عادي شوه والله كلنا والله نمت اشوف الصوره فيصل الشافي اشوف امس طلاب ابو حصه دشوا سعودي قحطاني شاورما والله صوره يا اخي كل واحد يضحك تبدا يابر هزاع انا اسرتني هزاع صورته حلوه اليوم انا بغتك يوه يا واحد ياخذ فنجان مره لا طلال وخالد الحين صور ذيك اليوم تلك الصوره هذه وما نصور وين صور طلال وصورتك صورتي انا كلنا نفس اليوم مطيري مره لا لا ترى انا غير صورتي انا اول ما جيت البرنامج عبد القادر انا حطيت لي صوره ثانيه طيب وانا طيرتهم هم مصورين يمكن ثلاث اربع صور عرفت حطوا لي واحده اقسم بالله اقسم بالله تنقص ام البطن يا مزد فرصتك اخذ الصوره لي هذه هذه حق صدق الفرصه هذه شو صورتي لا حلوه والله منفخ لا هاي مو حق فرصتك لا الا لا الا حبيبي نفسها انا قول شباجي هاي كلها حق فرصتك هذا شباجي كنا ملطوم كنا ملطوم في الجدار شوف كيف كله مسلم انا جيت بربع جاي مستطيل انا هذه حق زي فرصتك بس احلى صوره فينا في الصوره هذه كلها بالنسبه لي شباب بحصه محمد فلاح بحصه وين محمد فلاح شباب حرام حق صوتك والله قادر انه بطل هذه حلوه ذي ورب البيت انها حلوه وين سلطان سهلي زعلان سعيد حلوه غازي الضيابي صورته حلوه لا غازي والله انا تقول غازي والله هزاع هزاع والله حلو شوف كانه مصور وانا شوف وجهي ولد كله حلو دحوني بالغلط هذا الشيباني كان اللي اول ما يسجله في الجامعه ايش ليش يصير شوف كان اللي في بطاقة الجامعه يا رجال هذه ازين من اللي قبل ازين بكثير لوحه بتعب عليها شكرا 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 اللي سواها الكاميرات هذه طلعنا مو حلوين والله انا الحقيقه احلى صدقناك كشو انهم بس الناس تشوق بالكاميرا والله الكاميرات تشوق بالحقيقه كاميرات تغيرت ولا طعم لك الحمد علي طعم لك الحمد حتى تبارك الحمد يا رب كان في حاله هنا يا عيال وين راح فجاه بالعافيه ان شاء الله قادر وين تروح قادر ولد وين؟ اسمع هذا حد صح انا بعرف ايش سالفة الالوان حقت القلوب دي ازرق كذا تشكيلة كل واحد ياخذ فنجان يا عيال زد رصيدك في بداية زيد رزينك فيه بدايه زيد رزينك فيه عينك كارمها الله اشترى بالقيم تبقى يا ايما الابغى لا تبغى بداية غير اوه يا ظهري اوف 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 روحي علي بالله اضرب هذا خليك واقف عندنا والله شيء انا بضرب اثنين والله فيصل شافي اخر الليل قوى اليوم خذها احنا محرومين خذها اخر الليل عاد لا يا ربع بعد البث وقدام الناس ما حد داري ودي العمال يا ايوه مساكين يا اخي وديه هناك ايوه يلا خذ اللي هذا بعد يا اخي مساكين قبل شيء شفت واحد يا ولد حزين ما كلا يقول لي ثلاث ايام ما كلا هي والرمان ذاك بعد ها ودي حوش وهذا انا ما احبه والله داي نوني هنا ثم مره تصير علي سالفه ذيك صدق وجهي اني
برايم 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 خذ يا الكل يا والله عبد الله دخل جيبها وين قادح هذا هذا كلهم خصم 3000 شيل هذا تعال خذ هذا الثاني بعد لا كذا اوفر ايه لا لا اعطي العمال يا علي اعطي العمال المساكين بعطيهم هاك علي خذ هذا وياك خذ 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 على خذ هذه بعد يا انا 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 مو انا انا بعطيها عبد الرحمن الحارس شوف الشباب اللي نايمين هناك شوف الناقه شوف العلم السعودي رفرف